مجددا لنطلعكم على أهم وآخر إبداعات الفن والفنانين وآخر التطورات الثقافية والفنية، فكونوا معنا. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين، ونحن نبدأ مشوارنا الثقافي بأولى جولاتنا الفنية التي ستكون مع نشاطات جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، حيث أقامت مهرجان جائزة عشتار للشباب وسط حضور عدد كبير من الشخصيات الأكاديمية والفنية. عدسة برنامج تفاصيل حضرت هذا المعرض ونقلت لنا بعضا من إبداعاته لنتابع، وبعدها لنا عودة. بأحلام ألوانهم المخطوطة على مربع لوحاتهم، امتزج روح الواقع بطموح الغد وجيله الصاعد في مهرجان عشتار للشباب الذي نظمته جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين على قاعة معرضها الرئيسي، وسط حضور نخبة واسعة من أبناء الوسط التشكيلي ورواد فعاليته من محبي أعمال الروح الشبابية ونوافذها الجمالية. الحقيقة هذا المعرض، معرض الشباب، كان السنة بزخم كبير من العروضات اللي قدمت إلى الجمعية، والجمعية يعني أكثر من السنين السابقة الجمعية أخذت بمبدأ أنه الجمعية إلها يجب أن تؤهل الحركة التشكيلية بشكل عام بكادر مهم وقادر على أن يبرز الحركة التشكيلية العراقية بوجهها واستمرارية لما قدموه الرواد سابقاً. لهذا كان هناك تشدد في اختيار الأعمال. دهشتي في معرض الشباب الذي نظمته جمعية فنانين تشكيليين اليوم تتمثل في عديد من الأعمال المتميزة للشباب. هذه الأعمال وإن اختلفت في التكنيك وفي الأسلوب وفي الألوان، إلا أنها تجاوزت في موضوعاتها إلى موضوعات إنسانية. هذا يدلل على أن هناك إمكانات كبيرة وطاقات مبدعة لأجيال أيضاً مستمرة تتواصل مع المنهج الإبداعي للرواد الفن التشكيلي العراقي. شيء مفرح جداً أن أجد أن هناك أعمال فنية رائعة تعطي ترسل رسالة مهمة في الفن التشكيلي على أن هذه الإمكانيات ممكن أن تتطور وتنمو وتستمر مع مبدعين في كل المجالات. عادة أنه إحنا أعلنت بشكل سنوي جمعية التشكيلي العراقيين في ممارسة تظاهرة سنوية اللي هي مهرجان الشباب للفن التشكيلي. يعني الغاية من هذا المعرض هو عكس الصورة الحقيقية أو المتميزة فيما يدور بالحركة التشكيلية بدءا وانطلاقا واعتمادا على طاقات الشباب مستقبلا. يعني لذلك أنه بعد ما استلمنا الأعمال، يعني هناك لجنة تقييم الأعمال، فرز الأعمال لما هو صالح ولما هو متنافس على جائزة الشباب. فرزنا الأعمال، لكن لجنة إحنا ما يقارب أكثر من 10 فنانين، قسم من الهيئة الإدارية وقسم منهم تدريسيين في كلية الفنون الجميلة. بعد ما فرزنا الأعمال يعني صار تشكلت لجنة تحكيم تقييم الأعمال ولفرز ترتيب أو تسلسل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم جوائز تقديرية لمجموعة من التجارب والأعمال الفنية. عندما الشاب يقدم على مشاركة هكذا معارض حتى نعطي أهمية لهذه المشاركة، بمعنى أنه هذا التنافس يخلق جو من التنافس، من الاشتغال، من الحماس. أكثر من 100 فنان وفنانة تشكيلية شاركوا في المهرجان وقدموا أعمالهم لتأخذ مساحتها بين جدران قاعة جمعية التشكيليين، وهي تروي عشرات القصص الفنية بين هموم الواقع ومشاكله الاجتماعية بأسلوب شبابي حاول في بعض الأحيان بث روح الأمل والجمال لغد العراق القادم عبر أعمالهم التشكيلية.
معرض الشباب هذا اليوم هو جزء من تقرير جمعية الفنانين التشكيليين لإقامة معرض للشباب، وبالتالي هو تحفيز للطاقات الشبابية، الطاقات الإبداعية الخلاقة. ولذلك ارتأت الجمعية أو إدارة الجمعية أو الهيئة المشرفة على مهرجان عشتار أو معرض عشتار للشباب أن تقدم جوائز، ثلاثة جوائز في الرسم، وثلاثة جوائز في النحت، وثلاثة جوائز في الخزف، وأيضا جوائز تقديرية وجوائز للجنة التحكيم. وبالتالي تتنوع هذه الأعمال وتتعدد هذه المنافذ الجائزة، وسيحصل خمسة من الفنانين وأكثر من خمسة أو ستة في كل جنس فني على جائزة. ما شاهدته اليوم بخلاف هذا المسألة العامة، مسألة الاحتفاء بنتاج الإبداع الذي أراه شبابيا، نحن دائما ندرس منجز الشباب وليس منجز الكبار. الكبار عندما يصل إلى مرحلة مهمة في الدرس النقدي، في الدرس الجمالي والقائم على التجريب، ستصبح لديه خبرة، وهذه الخبرة ستمنحه هذه الطاقة المضافة والطاقة الإبداعية من خلال هذه السنوات المتراكمة من المشاهدات ومن التجريب ومن التأمل في مجمل المشهد التشكيلي أو المشهد البصري. اليوم أنا شاركت بمعرض مهرجان الشباب جائزة عشتار، وطبعاً هاي المشاركة هي الأولى بالنسبة لي، حصلت على جائزة لجنة التحكيم، وتوجه بالشكر طبعاً الجزيل للقائمين على المعرض، وكمان بالشكر الجزيل لأساتذتي الدكتور بلاسيوم والدكتور أستاذ رسول، لأنهم أشرفوا على الشغل تبعي. أنا استخدمت الجرافيك والألوان الرسم بنفس الوقت، كانت موضوع يتحدث عن المرأة وعن كيفية دور المرأة والطلاسم اللي موجودة، وشان إن المرأة تكون لها دائماً عندما توجد طلاسم توجد هناك امرأة بالموضوع. فكان موضوع يعني بسيط، استغرقت بمدة أسبوع تقريب العمل من حتى التفكير والأدوات، لأنه عمل الجرافيك بالعادة يحتاج إلى تجهيزات أكثر من الرسم يعني. طبعاً هذه يعني خامس مشاركة لي معرض عشتار للشباب. طبعاً هو هذا المعرض يستقطب الطاقات الشبابية الفنية وتجارب جميلة، وطبعاً أعمال كلش حلوة. فكرة العمل يعني اسم العمل هو مشاهد مؤجلة، فيه تقريباً ثلاث مشاهد يعني يظهر به مفردة الطائرة اللي هي باعتبار انه هو العنف اللي مسيطر على الفكر، الفكر الانساني، رؤوس مقطعة، يعني انقطاع بالعدم بث يعني المشهد يعني، فهي مشاهد مؤجلة. المعروضة التشكيلية بين لوحات رسم واعمال النحت لتصل في نهاية المطاف الى حصد ثمرة الجهود بإعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المهرجان، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم وتوزيع الشهادات التقديرية لمجموعة من أفضل الأعمال التي شاركت في المهرجان. الجرافيك في قسم الفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة، فقد افتتح معرضه السنوي الثاني على قاعة المعرض الدائم بحضور عدد من الأساتذة والطلبة وبعض المتابعين للحركة الثقافية والفنية. طاقم عمل برنامج تفاصيل حضر هذا الافتتاح ونقل لنا جانبا من إبداعاته لنتابع معا. بمشاركة أكثر من 400 عمل فني، أقام فرع الجرافيك في قسم الفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة معرضه السنوي الثاني على قاعة المعرض الدائم بالكلية، وبحضور عميد الكلية وعدد كبير من الشخصيات الأكاديمية والفنية إلى جانب طلبة القسم والكلية. هذا المعرض الأول للجرافيك، الجرافيك أسس فرع بكلية الفنون الجميلة بالعام الماضي في قسم الفنون التشكيلية. طبعا يعني بتاريخ الكلية ما كان فرع اسمه فرع الجرافيك، وهذا المعرض الأول لفرع الجرافيك. طبعا يعني دشوف بي تنوع مختلف وتقنية مختلفة وأفكار مختلفة. ضم المعرض حوالي 400 لوحة،
وربما 400 أخرى موجودة لم تعرض بعد. شوف تنوع على مستوى الأفكار، تنوع على مستوى التقنية، تنوع على مستوى الشكل، تنوع على مستوى اللون، تنوع على مستوى حجم اللوحة نفسها. وهذا التنوع يعني هو نتيجة تنوع الأساتذة وتأثير الأساتذة بالطلاب. لهذا أنت تشوف لوحة ما تشبه لوحة، تشوف معرض يعني بفكر متقدم، بتقنية متقدمة. الكليات المتقدمة الآن المماثلة في العالم تعمل بهاي الطريقة بهاي اللحظة الآن. طبعا يعني احنا في كلية الفنون الجميلة ما زالت هاي الكلية بنص هاي الفوضى، بنص هذا الخراب، تصدر الجمال وتصدر الإنسانية وتصدر الرحمة وتصدر انتماء الإنسان إلى بلده وإلى كليته وإلى يعني الحس الإنساني المتقدم اللي المفروض يحمله كأي طالب عراقي كأي شاب عراقي. وتناولت الأعمال الطلابية في أغلب مواد لوحاتها المواضيع الحياتية والواقعية التي تعمل على إظهار ما يحدث بأساليب مبتكرة وحديثة تعتمد على إبراز اللون والفكرة المحدثة بأسلوب الجرافيك وإمكانياته في إيصال الأفكار واستخدامها رغم صعوبة التنفيذ بالاعتماد على الإمكانيات التعليمية المتوفرة لديهم. يعني قبل ما أتكلم على المعرض أشكر بلادي، لأن هذا المعرض جزء من بلادي. فهذا المعرض هو طلبة الفن الجرافيك تقريبا من 25 سنة بالبلد نتيجة الظروف يعني وهجرة الفنانين، فانقطع وصل هذا الفن يعني هذا النوع من الفن. قبل سنتين فتحنا فرع للجرافيك بكلية الفنون الجميلة، وصار هذا الفرع محط أنظار الطلبة، لأنه من يتخرج يقدر يشتغل بالصحافة، يقدر يشتغل بكل مكان. وبدينا هذا النتاج اللي تشوفه بالمعرض هو لأربعة أشهر فقط من الطلبة، أنتجنا حدود 900 عمل، هذه نصها تقريبا يعني طلاب وطالبات، وعملنا على تقنيات جديدة ما كانت داخلة بالوطن العربي إلى الآن. يعني إحنا أول يعني إحنا فقر وجبنا التقنيات، فساعدت كلية الفنون وفرت لنا المكننة، يعني اشترت لنا ماكينتين طباعية وبدأوا الطلبة يشتغلون على هذه الإنجازات. بالنسبة للمواضيع كانت مواضيع في الغالب محلية، يعني تتحدث عن محنتنا يعني محنة البلد. فإذا تابعت تشوف يعني ابتداء من الهوية إلى الحياة الاجتماعية. أنا جاي ضيفة للمعرض وأول مرة أشوف تقنيات جديدة باستخدام الجرافيك الطباعة، وكلش حلو إنه الأسود والأبيض تفننوا بيها باستخدام تقنيات بسيطة مثل الطباعة والزينك وغيرها. وكان عندي فنان هو اللي دعاني وشرح لي عن أغلب التقنيات المستخدمة، كلش انبهرت بالمعرض. وحاز المعرض لفرع الجرافيك الحديث في الكلية على الرضا والقبول لما برز فيه من طاقات وإمكانيات شبابية طلابية واعدة اختارت إثبات الوجود والتفوق رغم الفترات البسيطة التي رافقت الإعداد للمعرض إلى جانب جميع الظروف المعيشية والإمكانيات المتوفرة. مؤسسة برج بابل فقدم الفنان الشاب أمجد كويش معرضه الشخصي العشاء الأخير على رواق القاعة، وقد قدم تجربته الفنية الأولى بعد غياب دام 10 سنوات في الغربة. مراسل برنامج تفاصيل أسعد زلزلي حضر هذا المعرض ليطلعنا على أهم نتاجاته، لنتابع وبعدها لنا عودة. بين أمس الوداع وغد اللقاء أراد الفنان أمجد كويش مزج سنينه العشر التي قضاها مقتربا بعيدا عن كنف عائلته ليعود محملا بتلك اللحظات التي اختزلها بين ثنايا ذاكرته، وليقيم بها معرض عودته مجددا إلى أرض الوطن في قاعة مؤسسة برج بابل للثقافة والفنون وسط حضور رواد فعاليات القاعة ورفاق الفنان وعائلته.
اللوحة العشاء الأخير هو آخر عشاء كان مع عائلتي قبل مغادرة العراق قبل 10 سنوات، ما زال هذا العشاء في ذاكرتي إلى الآن، أحببت أن أنقله بعد 10 سنوات بين أهلي وأصدقائي. تجربة الفيديو آرت هي مستحدثة عن الوطن العربي بشكل عام وبشكل خاص عن العراق، حبيت أنقل هذه التجربة للمعرفة، رغم يعني بما أنها تتضمن مثل مجال عملي ودراستي في هولندا، حبيت أنه أنقلها في العراق. أول شيء أنه أو وفاء لبلدي عن ما أعطاني من معلومات آنذاك، وجزء منها من باب المعرفة والاطلاع على أنه العراق ليس فقير، العراق ولاد ما بين الفنانين أو كان بالفنون الأخرى المعاصرة. الفنان الشاب أمجد غادر العراق، وهناك هوية تعريفية له بالعراق وهوية تعريفية له في هولندا، شنو الفرق؟ شنو مساحة الحرية اللي توفرها كل هوية؟ كانت يعني تجربة ذكية أني أشوف هذا التناول من خلال عرض فيديو، يعني الصورة الشخصية تتكلم، استخدم صورته الشخصية في هوية الأحوال وهي تتكلم عن ما تشكله هاي الهوية والهوية الأخرى، هاي المقارنة وابتعادة عن الوطن وماذا شكل إلى هذا الموضوع، ما مساحة الحرية اللي وفرتها الهوية الأخرى. وقدم الفنان الشاب في معرضه الذي أطلق عليه اسم العشاء الأخير تجربة جديدة، عمل على نقل أسلوبها من مقتربه، تقوم على الاعتماد في عرضها على الصورة والصوت التي تظهر مرة ذكرياته مع الليلة الأخيرة له مع عائلته قبل الغربة، ومرة أخرى مقتبسات عن واقع حياته هناك. عرض الفنان المغترب أمجد الكويش واحد من العروض المعاصرة التي تفتقر إليها قاعات العرض في بغداد، على الرغم من أن هذا العرض هو ليس الأول من نوعه، لأنه سبق هذا العرض عرض فنان آخر وعادل عابدين في هذه القاعة تحديدا، أقصد بأنه عرض الفيديو آرتس. لكن تجربة أمجد كويش هي تجربة فيها نوع من المغامرات الذاتية التي تريد أن تكشف عن الهوية وقلق المكان، يعني أنه يعيش قلق أنثيولوجي، قلق الحضور وقلق المكان، وبالتالي استطاع أن يقرب هذه الفكرة من خلال انتخاب فكرة الهوية، الانتماء الجديد من خلال الانتقال إلى مكان آخر، عالم آخر، رؤية أخرى، زوايا أخرى. أعتقد بأنه العمل فيه من الغرابة وفيه من الجدة ومن الحداثة على مستوى العرض في بغداد. العرض يتكون من محورين، المحور الأول هو فيديو آرت ويمثل فيه عرض لهوية أو جنسية، هوية الأحوال المدنية العراقية التي غابت عن الحضور عندما ذهب إلى بلد آخر، وفي السائد الآخر هو الجنسية الجديدة، وكأنه صراع ما بين هويتين، صراع ما بين جيلين، صراع ما بين مكانين، ما بين حضارتين، ما بين بنيتين اجتماعيتين، ما بين أيضا مورثات اجتماعية وموروثات لها علاقة بالمكان والبيئة. أعتقد بأن هذا القلق قلق مشروع، قلق الحضور وقلق الوجود، قلق الانتماء، قلق الهوية. بداية الفنان أو الباحث هو باحث عن الانتماء بالدرجة الأولى، باحث عن الهوية، حاول ما أمكن خوض تجربة مقاربتية بين الواقع والحاضر. من خلال هذه التجربة حاول التساؤل، هل من تطور بين أو هل وقع ولو جزء بسيط من التغيير على مستوى الانتماء، على مستوى الهوية. كما وشهدت أمسية المعرض تقديم عمل جداري لوجوه متعددة يرمز بها الفنان إلى شخصيات اجتماعية قريبة من الإنسان في حله وترحاله، حيث نالت فعاليات معرضه على الاستحسان لمحاولته طرح أسلوب مغاير ومتجدد يعمل على إضافة معطيات جديدة في الطرق الفنية خلال العرض. تجمع فنان العراق وكعادته الإسبوعية يقيم عددا من النشاطات الثقافية والفنية في المحافظات العراقية، حيث أقام معرضا لرسوم الكاريكاتير للفنان إحسان فرج. مراسلة برنامج تفاصيل في محافظة ديقار مروة الشمري أعدت لنا هذا التقرير عن دور هذا التجمع وعن نشاطاته المتكررة في رفد الحراك الثقافي، لنتابع معا.
ضمن نشاطاته المتواصلة وندواته المستمرة لدعم الحركة الفنية والثقافية، أقام تجمع فنانو العراق معرضاً للصور الكاريكاتيرية للفنان أحسان الفرج، والاحتفاء بنجاحه من خلال صوره المعبرة والمميزة. اليوم بهذه الأمسية على هامش معرض الأستاذ الفنان الكاريكاتير أحسان الفرج نقيم أمسية حوارية نستضيف بها رائد من رواد فن الكاريكاتير. إن الفنان التشكيلي الكاريكاتير إحسان فرج عمل الكثير في إبداعه وفي إنجاز الكثير من الأعمال التي نقلت هموم المواطن، نقلت هموم العراق. صراحة استوقفتني الكثير من الأعمال التي تحمل أفكار وآراء ورؤى كبيرة عن العراق وهمومه. الفنان ثمن هذا الاحتفاء من قبل تجمع فنانو العراق واعتبره خطوة جيدة لدعم الفن والثقافة واحتضان المبدعين في المحافظة والتأكيد على دورهم الكبير في ربط المجتمع بالألوان الفنية المختلفة. هذا المعرض سوف يلقي الضوء على جانب مهم وهو جانب معاصر جدا يقرأ الساحة من خلال اللون، من خلال الرمز، من خلال التعبير، لكن لكل فنان أدواته الخاصة. أدوات إحسان الفرج هي أدوات تشكيل الرمزي الذي يعتمد الصورة، يعتمد الحركة، يعتمد اللون، يعتمد التجريد في بعض الأحيان. كانت اللوحات معبرة وتدل على أنه الفنان عبر كل شخصيات المجتمع اللي متألمة، عبر عن الخريج وعن الوطن الجريح وعن المرأة وعن كل شخصيات المجتمع اللي متألمة. من الجدير بالذكر فأن تجمع فنانو العراق دأب على إقامة ندوات وأماسي للفنانين والشعراء، ومن شأن هذا الأمر دعم الحركة الفنية والثقافية في المحافظة. مروى الشمري، قناة بلادي، الناصرية. محافظة الديوانية أحيت مجموعة من الشباب عرضاً مسرحياً واقعياً وسط شوارع المحافظة، مؤكدين بذلك على رسالتهم النبيلة تجاه الفاسدين والمجرمين الذين يحاولون تشويه الصورة الجميلة لعراقنا الحبيب. مراسل البرنامج مرتضى العميدي أعد لنا هذا التقرير عن دور هؤلاء الشباب وسعيهم الحثيث لإبراز الجمال في مدينتهم ووطنهم العزيز. لنتابع. منذ عام 2003 ولحد الآن وما مر به العراق من أزمات وقتل ودمار وتفجير ومعاناة شعبه طوال هذه الفترة، لتلخص كل ذلك بمشهد مسرحي يحاكي الواقع المرير للفنان مصطفى الهلالي من محافظة الديوانية. وكان المشهد المسرحي عرض على مسرح تجريبي شعبي في وسط المحافظة ليكون أمام أنظار المواطنين. فانتازيا واحد من الأعمال التي قدمت في هذا المكان، تجربة مهمة من تجارب مسرح الشارع اشتغلت عليها منذ فترة طويلة. تناولت موضوعة مواضيع الهجرة والقتل بعد عام 2003. الحمد لله والشكر قدرت انه اوصل مواضيع مختلفة للمجتمع الديواني. اعتقد الخروج من مسرح العلبة للشارع مهم جدا، الحمد لله توفقت بهذا الموضوع. وبنهاية العرض تركت رسالة مفتوحة، علينا ان نصرخ وجه الظالم، علينا ان نصرخ وجه الفاسد لكي يرجع الوطن والبلد لعافيته. المواطنون بينوا ان هذا العرض قد لخص معاناتهم بمشهد كان يحاكي ما يفكر به الجميع من ابناء المحافظة، حيث شاهده مختلف الشرائح متمنين ان تعاد هذه التجربة الرائدة في المحافظة لتكون في اماكن عامة اخرى بعيدا عن الاماكن المغلقة التي يصعب الوصول اليها، وبالتالي مشاهدة تلك العروض التي تمس حياتهم. فرحة كبيرة جدا انه نشاهد هذا الوعي اللي انتقل من الغرف المغلقة، نقلت تجربة المسرح الرائعة الى الشارع، بحيث انه بدأنا نوصل فكرة المسرح والأدب إلى الصغار، إلى الكبار، إلى أبسط الشرائح التي لا تمتلك الفرصة للوصول إلى المسرح. تزل في هذا المشهد ما مر على العراق من حرب وقتل ودمار وأطفال يتمت ونساء رملت وأشلاء جثث التي انتشرت في الشوارع في تشظت في المفخخات، فأراد أن يوصل هذه الرسالة، وهذه هي رسالة الفنان العراقي، عليه أن
يعمل بدوره بصورة إيجابية ويوصل الرسالة إلى الشارع. مسرح الشارع هو المسرح الذي يكون دائما بتماس مع المواطن البسيط. اليوم نحن بحاجة كشعب عراقي يمر بظروف صعبة، علينا أن ندعم هذه الفكرة، فكرة مسرح الشارع، لكي تصل الرسالة بسيطة وواضحة ومباشرة من قبل الممثل إلى المواطن البسيط اللي يشاهد الحدث مباشرة. سيدي الله يخليك، مو قصدك، ولا عرض الله، والله ما تقصرك، وتعالوا عليك سيدي. لبرنامج تفاصيل مرتضى العميدي، الديوانية. برنامجنا لهذا اليوم لا نقول لكم وداعا، لكن سنوافيكم الأسبوع المقبل وفي نفس الموعد، ونحن نطل عليكم بباقة جديدة من أهم النشاطات الثقافية والفنية بالعراق. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.